هل بتعتمد على السوشيال ميديا كمصدر للنصيحة والمعلومة ولا لا؟ طبعا ده حاجة أساسية. النهاردة السوشيال ميديا هي التكنولوجي كله وهي الشغل كله اللي في الشارع. الناس كلها بتتعلم تطلع التكنولوجي. في ناس بتقدم محتوى مفيد وكده وبرضو يعني في ناس محتوى مش هد كده بس برضو في ناس محتوى حلو وتستاهل ان انت تتابعها وحاجة زي كده. لان اغلبها اصلا بيبقى مثلا مصادرها موثوق تمام وبيقدموا نصايح حلوة وبس. فباخد برضو نصايح من بلوجرز كتير ومشاهير وكلام ده كله. بحتوي عن اللبس، باخد من اللبس من الميك اب كأشخاص محتويات وكلام ده. سبيشالي التيك توك بيبقى دلوقتي يعني سريع جدا. انت اي حاجة عايز تعرفها، اي ترند، اي حاجة بخش على تيك توك في 3 دقايق ببقى عارف الموضوع كله. انا بعتمد عليها في حاجات كتير جدا بجد، يعني بتوصل لنا اخبار واحنا قاعدين في البيت وحاجات كتير قوي. تعرفك اللي بيحصل وانت قاعد في بيتك. كله بقى مذيع على السوشيال ميديا، مفيش جرايد زي زمان ومفيش الكلام ده، هو كله بقى السوشيال ميديا دلوقتي. بعتمد على السوشيال ميديا في المعلومات والنصايح لان السوشيال ميديا اسرع بكتير قوي من التلفزيون، والنصايح على حسب انا نصيحه خدتها شفتها مناسبه ليا هستخدمها وهاخدها كمصدر حاجه هعتمد عليها. لكن السوشيال ميديا في المعلومات فهي بصراحة أسرع بكتير، وأنا لو عايزة أي معلومة دواء مش عارفة إيه كل دوت بخش على السوشيال ميديا أسأل عنه بيظهر لي على طول، فبعتمد إذا كان أسامي إذا كان كل الكلام دوت، فبيبقى بصراحة حلو جدا والتفاعل بيبقى عليه أعلى وأسرع بكتير فبيظهر لي المعلومة أسرع. ليه بقى بتعتمد عليها؟ والله بعتمد عليها لما ببقى عايز اخد معلومه ولا عايز اعمل حاجه. بالنسبه للنصايح ازاي اتعامل مع صاحبتي مع الاولاد والاشخاص وكده، في ناس ما يعتمد عليها وفي ناس لا، برضه بتبقى ديبندنج على الشخصيه نفسها، وفي ناس ممكن اخد منها نصيحه وفي ناس ببقى داخل انا عايز اسبق الترند بس. في حاجات كتير قوي بتبقى فيك مثلا، وفي حاجات كتير قوي يعني انا ما استفدتش منها فاهمني. وفي مثلا حاجات مهمه جدا، يعني انا بعرف مثلا اتابع رياضه من عليها، اتابع اي حاجه في اخبار، اللي بعرف من عليها كل معلوماتي حياتي كلها عليها. لو هي مناسبه ليا وكل الكلام دوت انا بروح عامله دون ان انا تمام وان انا استفدت من المعلومه دي وان انا خدت معلومات وخدت نصايح من السوشيال ميديا وكل الكلام ده، فبصراحه بيكون ألذذ بكتير من التلفزيون والمصادر اللي هي ورق كل الكلام دوت بيبقى بجد بياخد وقت اصلا، لكن السوشيال ميديا اسرع بكتير.